كنت مريح انا في المحل لان كنشوف الانظار تتجه للسطح بما وقع ان لولا دوك الشبان الله يجازيهم بخير انهم كيف كنقولوا وقفوا ربما كان بعد القتل ديال الاب ديالو ديال زوجه الاب ديالو كان ربما يكون كون نزل مثلا يقدر يكون يكونوا ضحايا اخرين. هاد الوليد هذا كان السلوك ديالو من قبل كان ممتاز ملتزم رياضي منفتح. الوقت اللي توفات ليه الام ديالو وجوج الاب ديالو هو جوج ومشات للزوجه ديالو من تما وقع لي اضطراب نفسي وعقلي وكان كان سوابق قبل انه كان وقع لي مشاكل مع الاب ديالو مع زوج الاب ديالو. للاسف الشديد ان بحال هذا الوليد كان يمشي يداوى كان الاب ديالو الله يرحمه يديه المستشفى يداوى. انا بحال هذه الحالات تقدر توقع لاي واحد راه ماشي عيب ان الانسان يكون عنده مرض عقلي ولا نفسي. العيب هو انه يقتل ويدير فاجعه اللي تهز مثلا هذا الحي وتهز المغرب بهذه الفاجعه اللي ضد الاصول اللي ما احنا ما عمرنا كنا فاش كنا كنعيشوا من صغرنا ما عمرنا شفنا بحال هذه الحالات. للاسف دابا العلم عند الله ان الدراري ولاو بهذا الشكل ولاو كيوقعوا لهم اضطرابات نفسيه تري افونسي كيوصل للفاز ديال العنف والقتل. علاش؟ لان باقي عندنا عيب في المجتمع ان اللي مريض مرض نفسي ما يمشيش للمستشفى. لا العيب هو يبقى خصو يمشي للمستشفى ويداوى وهذا. يعني الشاب هذا شحال كان عنده مثلا تقريبا؟ غتكون عنده كنظن 33 34 يعني كان عنده شي خلافات دائما مع الاب ديالو ولا خلافات؟ راه ضروري كتكون لان الام ديالو ماتت وجات وتزوج الاب ديالو وهو تزوج وجات هذا راه عنده هنا وقع لي اضطراب نفسي. كان انا كنت منتظر بانه غيدير الواقع والله العظيم كنت منتظر بانه غيدير الفاجعه. يعني شنو تقول ديالو؟ والله يغفر لهم ويرحمهم. الاب ديالو الاب ديالو كان رجل ممتاز من اصل رجل متدين رجل. الزوجه ديال الاب ديالو ما كنعرفهاش شكلا ما كنعرفهاش ما كنعرف عليها والو. هو قبل ما يوقع لي اضطراب نفسي راه كان الدري مربي انا كيف قلت لك كان مربي مزيان. من وراء العصر مباشر من وراء العصر مباشر جات لومبيلون جاو رجال الشرطه واللي وقع. يعني شفتي اول مره كيوقع هنا ضد الاصول؟ كنظن يمكن اول مره كنظن والله اعلم. خويا كنا جالسين في الدرب حنا شي ثلاثه الدراري جات كتجري واحد الدريه عندنا جات واحد الدريه كتجري عندنا قالت لينا راه واحد السيد راه واحد السيد مضارب مع والديه. حنا مشينا كنجريو وطلعنا للدار ملي طلعنا للدار لقيناه ساد عليهم ما عندناش كيفاش ندخلو اضطرينا باش نهبطو هبطنا وعاودنا نقزنا من الدار الاخرى. ملي فرقعنا الدار الاخرى وطلعنا ملي هبطنا هو هرب سد عليه في واحد الباب. ملي دخلنا لقينا الام والاب كاملين مليوحين كاملين دم كاملين دم. ملي جات الوقايه المدنيه قال لنا المراه راه ماتت الراجل راه باقي صافي الراجل داوه للسبيطار في السبيطار راه قالوا مات. مشيت تقريبا قبل من المغرب بحكا بحال داكشي ستة ستة ستة. مشي الدري كان مريض كان ما مريض ما والو الدراري كاملين بخير دري بخير بخير السلام ما يقولهاش يقدر ما يقولهاش لك كنتلاقاو معاه هنايا بخير وتا قتل والديه فهمتي كان مرضي والديه فهمتي باه ديما المعامله مزيانه. الظروف اللي خلاته يدير هادشي حنا ما عرفناش وما كيديرش المخدرات باش نسبيهم في المخدرات كيشرب الدواء هي السيده تاهي جارته لا كيشرب الدواء خويا مريض عنده مرض نفسي. صافي عنده مرض ولكن زعما عمرو دار عمرك زعما عمرو ما دار شي لعيبه ديما مع الناس بخير سلام سلام الجامع الدار. هنا تسول اي واحد تسولو عليه ما غيعرفش اش تحت راسه هذاك السيد هذا حنا راه تصدمنا حيت ملي كتشوف هذاك بناء تقدر كون كان شي واحد اخر كيتقرقاب ولا كيدير شي حاجه ولا قبيح ودارها غتقول ما غتجيك عادي ولكن ملي كيديرها واحد اخر وانت كتشوف فيه واحد النظره زوينه راه ما غاتيقش حتى واحد ما غاتيق اي واحد هنا في الدرب راه ما يتيقش. بالنسبه للجريمه كيفاش كانت عارفه كيفاش ما عرفتيش كيفاش حنا ملي دخلنا ملي دخلنا عنده في المره الاولى الباب سمعنا الغوات ما بغاش يحلنا الباب هو عاودنا هبطنا ونقزنا عدو من الدار الاخرى. ملي نقزنا عدو من الدار الاخرى مع دخلنا هو دخل لواحد البيت سد عليه
ملي حنا دخلنا لقينا المرا باقا حيه باقا كتنفس شويه والراجل حتى هو باقا كيتنفس. صافي عيطوا على الوقايه المدنيه جدات الراجل، الراجل كان باقي ما ميتش، قالوا لنا المرا راه ماتت حتى شفاش ضربات هنا وهنا. جاو البوليس تومرنا جاو البوليس، ملي جاو البوليس فرقعوا عليه الباب الدراري كذا خرجوه من طوده. في نظرك انت اشنو اللي يخليه يرتكب الجريمه اللي غيقتل الاب ديالو ومراته الاب ديالو؟ هو كما قالوا لك الناس ما نعرفوش، يقدر هو عنده شي ماشي مريض مرض نفساني ما غيديش يقتل والدي اصلا. راك سيد خادير باش نقول لك سيد خادير كامل مريض نفساني، ما كاينش اللي صحيح اصلا، كل شيء مريض. باش تعرفش سيد خادير شكون اللي ما مريضش نفساني؟ السبب داه معاه هو غيعرفوا البوليس واللي مات هما اللي غيعرفوا السبب، احنا ما نعرفوا السبب. دير مزيان هذاك الله عمر دار باق به باق به باق به ذاك الدري الله عمر دار الله عمر دار الله عمر دار والله يدير ليه شي شاويل ديال الخير. شنو اللي وقع هنا؟ شنو اللي وقع؟ اللي وقع اللي وقع الواقع وقعت الواقع. الدري يدير ويش الدري يدير ويش هذاك الدري ما تيدير والو ما تيدير والو ما تيقرق عمو والو صاله والدين العيالات الشعواده والداوي في الدرب الخوت بالرجوله قبل ما نبداو داوين في الخاو العشران واخا غديروا معانا البوز هنايا خوتي داك الدري ما تيتقرقب ما كيتشمكر مسكين مريض مرض نفساني وداك الدري ديجا تجاو ليه 36 داو وعاود مشى لك الدري ما تعالج كنت تعالج ما غاديش طرا هاد الكارثه وكذا واش فهمتيني اخويا. حنايا هنايا عندنا القمع وعندنا الجوع وعندنا اي لعيبه عندنا اي لعيبه فهمتي كيقولوا لك نقطه سوداء والله ما نقطه سوداء اي حاجه كطرا كارثه كتبان لك انت يا راه كارثه يا راه ماشي كارثه بديك الكارثه كتعرف انت بنادم كتلقاها خادر 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 زوين من الاخر ما بغيتش نقول زوين وغنقولها عاوتاني خادر منو خويا خويا تا هو كان مريض وانتحر الله يرحمه. الرسول كاين بزاف عندنا هنايا كاين السعر كاين السعر والله يدير لنا شي تاو كاين السعر 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 هنايا اسمع 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 هنا الدراري كاملين مراد نفسانيا فهمتي خليك كمل السيد بنادم هنا هنا الدراري كاملين مراد نفسانيا يقدر في اي لحظه تسمع جريمه هذا الشيء ما يجيناش كان مريض تخيل معايا تتخيل كاين الشعواذ هنا كاين الشعواذ بلاش خويا تخيل معايا انت طربيه طربيه شاد علافه دري صغير شاد جوان دري صغير شاد مشي جوان وكيبان لك كيزقق واش فهمتي عند بلاد اخويا هادي غادا الله حنا عندنا هنايا عندنا حنا الناس غادا كتسير قدام السلسله طايحه ولا الشامع هكا والشامع هكا والشامع هكا مسكين والشامع هكا الدري اخويا الدراده واعقار الدراده من هذوك الناس اللي 16 من القرايه بحال تقول 16 قرايه ولكن هو 16 قرايه بنادم كله عالم بها الله كله شنو هو طاريلي ولكن الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير من هاد البلاد هادي باغي نمشيو نطبروا على راسنا عيشوا والدينا اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.